هذا المعرض للوسائل التعليمية الرابع الذي يعقد على التوالي، هدفه الأساسي المساعدة في دعم مدارسنا في محافظة الكرم بالوسائل التعليمية التي تخدم المنهاج الفلسطيني في كافة التخصصات سواء كانت الأدبية أو العلمية. هذا يوم هو وسائل تعليمية يعد الرابع من نوعه داخل الحرم الجامعي ضمن برنامج تكنولوجيا التربية. هذا البرنامج يهدف إلى أن الطالب كيف يعمل هذه الوسائل التعليمية، دمجها في العملية الدراسية من أجل أن الطالب يستطيع فهم المادة بشكل أسرع. هذا المعرض يحتوي تخصصات مختلفة ضمن برنامج التربية، هي تخصص اجتماعيات، تخصص إنجليزي، رياضيات، شريعة إلى آخره. أنا هنا لأشارك في وسيلة تعليمية قدمتها في مقرر تكنولوجيا التعليم، وسيلتي بتتحدث عن مناطق السيطرة العسكرية عام 1948. في عندي مفتاح الخريطة، مفتاح الخريطة بيعبر عن كل لون في الخريطة إيش الجيش اللي دخلها، فهي الوسيلة مناسبة إمكانية المدرسة الحصول عليها، بتناسب الفئة المستهدفة هي الصف الأول ثانوي، لتوضح المناطق السيطرة عام 1948.